الحاجات دي بقالها كتير ما عدتش عليا. طب ما تقول كلمتك كده يا عم ذكري. يا ابني مش اي حاجه تنفع تتباع. يعني هي جت على ديت ومش هتنباع يا عم ذكري؟ ما هو مش معقول تبيع حاجه انت وارثها عن ابوك وابوك وارثها عن جدك. ايه ده؟ انت تعرف ابويا منين؟ يا ابني انا ما اعرفش ابوك، انما اعرف حته السلاح دي، عارفها كويس قوي. دي طلعت موضه من 60 سنه وما كانش بيشتريها الا اصحاب المزاج بس، كان دايما يعاملوه زي الست الحلوه، محدش يهينه ابدا. طب والست الحلوه ديت يا عم ذكر لو حبينا نبهدلها شويه هتتبهدل بكام؟ دي؟ لا دي خلاص كبرت يا ابني. يعني دي كبرها تعلقها عندكوا في البيت عشان انت رايح وجاي تقرا الفاتحه لابوك. يعني ده اخر كلام عندك يا عم ذكري؟ ماشي. من صحيح كبرت وشاخت سياخ حلو. بقول لك ايه؟ عد عليا بكره بترخيصها عشان تعملي ترزم، انا شاري. الف شكر عم ذكري. عفوا حبيبي. بالاذن. مع السلامه. ده انت طلعت خبير قوي يا عم ذكري. ايه واحد ياما مر عليه سلاح يا ابني. طب ما تحكي لي بقى ازاي من كبير عمال في مصنع لتاجر سلاح؟ اصلا يا ابني كانت هوايه. اللي لقطها فيا الحاج زين الله يرحمه. الله يرحمه. بعدها عيني الخبير الخصوصي بتاعه خلاني اشرف على كل ماركات السلاح اللي كان بيجيبها. هو كمان اصله كان هويه. هو بيشتغل فيه. انا عارف يا عم ذكري ما تخبيش عليا. والله يا ابني على قد ما كانت ايام صعبه كانت ايام حلوه قوي. ولما هي كانت ايام حلوه قوي سبت السلاح ليه؟ انا يا ابني ما كنتش بتجري فيه. انا كنت بعايم بس. وبعد ما اتجوزت وخلفت قاسم الله يرحمه وجي بعدي عماد وشمس قلت اعيش لهم بقى واوكلهم لقمه حلال. بس صدقني يا ابني عمري ما نسيت حبي للسلاح.